الكتاب فيه ثلاثة رسائل للترابي، المهمة منها رسالة الدين والفن، أهو ده الكتاب، وده مطبوع في السعودية. دائما الترابي كان عنده علاقات مع السعودية، وجاب شوية قروش عمل عمارة فيصل وبنك فيصل، عرفتها؟ وتكلوا فيها جماعة ناس، مين خوجلي ومين ومين ومين، واحد تلقى مبغبغ وجضومه بالمعن، تقول ستيكر بتاع جلاكسي، ده كله ما قروش السعودية بعد فضل الله يا مجارمة. طيب قال الصفحة 104، المنبر ده الليلة ما حقنا نحن كسلفيين، ده حق الطلاب المسلمين دول كلهم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده منبره. والحمد لله نحن ما قعدنا تاجر بالدين بفضل الله، وليس فخرا أو رياء أو نفاقا، بدليل إنه ما عندنا حزب ولا عندنا جماعة، عرفت كلام أنت؟ ولا عندنا طريقة ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له أبدا. نحن عندنا كتاب وسنة بفهم السلف، وتمشي تبروها لدينك وتقوم بواجب وأركان الإسلام من قبل، وتمشي الجنة بإذن الله عز وجل. موضوع انتهى، موضوع انتهى، ما تبعي إلا جماعة، ما تبعي إلا طائفة. عشان كده المنبر ده حق الطلاب كلهم. والله أنا لما سمعت التسجيل سامع الطلاب بيردوا على الشعيب البليد ده، طلاب بيردوا من برا لحد ما قال لهم انتم ما بتفهموا، والمنبر ده لو كان قلنا في جامعة الخرطوم كان فيه مو، لكن انتم ما بتفهموا يا ناس جامعة السودان، ده نصر لطلاب جامعة السودان. وفي النهاية ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ما شرط تكون أعلم زول في الأمة، لكن الشرط من رأى منكم منكرا فليغيره. فأنا بعتبر كثير من الطلاب في الكلية دي غيروا المنكر لحد ما وقفوا المنبر بتاع الترابيين. الترابي ده ما مجدد، الودة ما مجدد. الصفحة 104 ده حالة بنكشف الليلة، قال والله يا أخي عاملينه كده، قال أمين أمانة الفكر والتجديد كذاب محتال. ليه؟ لأنه الكتاب ده بيفضحك. الصفحة كم؟ 104. الترابي قال دين الإسلام ناقص، يبقى أنت ما جبتها من راسك. بعدك نشوف حكم الكلام ده. صفحة 104 من رسالة الدين والفن لترابي اللي قال الترابي ومن أراد أن يحيي أمر الدين ويتمه بعد نقصان. شنو؟ الدين ناقص. ومن أراد أن يحيي أمر شنو يا جماعة؟ أمر الدين ويتمه بعد نقصان لزمه أن يعنى بالفن. ناس محمدية وعشا جردل وخديجة شطة وفاطمة سفنجات، ديل أكواك ويو ويو، ديل قال بيتموا الدين لأنه الدين ناقص. فالقال الدين ناقص منو؟ هل الودة مجدد؟ دي النقطة كده أنا درس بيت أول، بعد ذاك نرد على كلام الترابي. والترابي جغمنا بدري بفضل الله عز وجل في حياته، انجغم بفضل الله عز وجل والموضوع انتهى. لكن الودة ما مجدد لأنه الترابي قال الدين ناقص. أهو ده الصفحة كم؟ 104. نحن ما قعد نقرأ القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنة أبي داود كتب المسلمين، بس بنقرأ كتب الكفار برضو قعد نقرأ. قال شنو؟ قال ومن أراد أن يحيي أمر الدين ويتمه بعد نقصان. شوف اللي بيقول الدين ناقص كافر. شعبي ترابي ليه تقولوا كافر؟ كافر قاعد يبكي برضو كافر، في شنو يعني؟ انت مجنون الا ترضى يعني؟ لانه ليه؟ لانه ده تكذيب للقران. والشعبيين بيقول لك نحن بس القران بس، زي ما قال الودة امبارح، قال تجربه الرسول. شوف الكلام ده كلام شين كيف. تجربه الرسول قال صلى الله عليه وسلم اهم له، قال تجربه الرسول صلى الله عليه وسلم تجربة النبي عليه الصلاة والسلام، قال إطارها القرآن. ده في نص المنتدى، في نص الدقائق، إطار القرآن. ونحن قال بنؤمن بالقرآن بس، قال أما أحاديث الرسول دي ما من الدين، ما من الدين، ما من الدين. طيب نمسكها نقطة نقطة. أنت يا شعبي بتؤمن بالقرآن بس، مشكلة نرجع للقرآن. قال الله تعالى عن إنه الدين ناقص ولا تامي ولا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الدين اكتمل منو؟ الله. وين؟ في القرآن. وإنتوا قلتوا نحن بس القرآن وحديث الرسول دي كلها كذب وما دين ذاته. قال ولا ما قال؟ قال. بعدين النقطة الثانية إنه اللي بيكذب آية من القرآن ودي آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة الآية. اللي بيكذب آية واحدة من القرآن ده كافر بكل القرآن. جايبين واحد عمته قدر الضربة عشان ينشط عمة قدر دي لزول فنان هنا كان قاعد أصلا يا أخي ذا الكفر بالله بتاع شنو يا سرور يا مرضان يا بتاع عبد الحي يوسف يا مرض. ناس سبوا الله يا أخينا أول امبارح والأسبوع اللي قبليه سبوا الرسول قال أنا أعلم من الرسول. جاي أنت لما لك شفوت وشوية بنات تعال ليهم وعانوا ليك تقول دكتور عيون تبا ليكم يا سرورية يا مجارمة. وديل ذاتهم ديل ذاتهم أخوان مسلمين أنت قايلهم شنو؟ سرورية شنو؟ سرورية هم عصارة سيد قطب عصارة نخامة سيد قطب. هذا هو التعريف الأصلي للسرورية. ومن هو الترابيين والشعبيين؟ عصارة حاجة كده سيد قطب. إنها سيد قطب كلهم سيد قطب كلهم سيد قطب. الفكرة واحدة لكن بعدها في ذول بينبسق شديد في ذول بينبسق بالراحة لكن الفكرة واحدة هي جاية من سيد قطب. وحتى كلام الود الشعبي ده الأول امبارح ده الجول امبارح ده بصلاة ذاته الكلمة اللي قالها لما قال إنه الإسلام ناقص وما في دين سماوي كامل ذاته مش الطلبة كلهم سمعها. انت قال دي جابة من وين؟ عشان أوريك إنه ده ما مجدد ده ما مجدد ولا منبثق ولا في واحد منهم مجدد. حتى الترابي كلام الود ده جابه من الترابي يبقى ما مجدد هو يبقى دعوة التجديد ده كذب عند الشعبيين. جيب كتاب الدين والفن يا شاب معلش يعني انت بتعرف الكتب دي جيب الدين والفن خلي شاب جيب الكتاب ده. قال الدين الناقص ده التراب انت قايله انه يعني الواد ده ما جاب جديد ماسك المايك كده بجنبه ومصورينه قال في الاعلان خدت يده كده المفكر امين امانه الفكر. يعني اي زول خدت يده كده مفكر يمكن امه ماتت المفكر المفكر فلان عرفت كلامي؟ والله الليلة أنا جبت لك وثائق من أمك ولدتك يا شعبي قبل ما تلبس البنطلون الناصي اللي عرفته قبل ذا أنت ما عارف الوثائق دي. بنجمك بفضل الله إن شاء الله تعالى نجام وأجغمك بعد داك وديك شلوت أجدعك برا في زبالة يا مرض. أمسك لي المايك ده.